اهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. احنا النهارده معاكم من ميناء سفاجة البحري واستقبال اكبر سفينه يعني من كبرى السفن السياحيه سفينه بلسما السياحيه وعلى متنها وفد سياحي سعودي في اول رحله لها لميناء سفاجة البحري. السفينة بتقل على متنها 700 راكب سعودي الجنسية، سيتم تنظيم لعدد كبير منهم لرحلات برنامج سياحي ترفيهي في محافظة البحر الأحمر وتحديدا مدينة الغردقة اليوم. طبعا السفينة زي ما انتم شايفينها ضخمة جدا قدامكم، فيها جميع يعني وسائل الترفيه. ده ضمن خط سياحي، يعني تم تدشين خط سياحي لما بين جدة وسفاجة البحري، وسيتم يعني تنظيم رحلة أسبوعية من ميناء جدة السعودي إلى ميناء سفاجة البحري للسياح السعوديين على متن السفينة بليسما اللي هي قدامكم في الشاشة دلوقتي. زي ما انتم شايفين المركب طبعا السفينة السياحية بليسما وصلت صباح اليوم وعلى متنها يعني 700 راكب حيتم تنظيم لعدد منهم يعني برنامج سياحي ترفيهي، والشركة المنظمة للرحلة السياحية ستقوم ب يعني إفاد رحلة أسبوعية لميناء سفاجة البحري. طبعا يعني الشركة المركب تابعة لشركة MSC العالمية التابعة لثاني خط ملاحي عالمي. تم تدشين الخط الملاحي السياحي للباخرة بليسما وهي من أحدث البواخر العالمية التابعة للخط الملاحي بسعة استيعابية للركاب تقدر ب 3000 راكب وطاقمها 1800. وتستمر الرحلات أسبوعيا بمعدل رحلة أسبوعية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل بتنفيذ عدد 15 برنامج سياحي متنوع لكل رحلة في نطاق محافظة البحر الأحمر بحريا وثقافيا، وذلك الاستمتاع بالمناخ المميز والطبيعة الساحرة بمحافظة البحر الأحمر. وعلى التوازي سوف يتم تشغيل خط ملاحي دولي متخصص لليخوت العالمية في مرسى علم في نفس الفترة. زي ما انتم شايفين طبعا بيتم السياح السعوديين بيتم انهاء الاجراءات الدخول.